بأن الملف العراقي يعني لا حاجة لشرحه. لا يوجد الخلاف، ليس أنه لا يوجد نظام كفؤ، لا توجد دولة في العراق. هذا الشيء المؤلم، هذه الحقيقة المرة. إدارة بايدن أو أوباما الثالثة تعلم جيدا التركة التي أدت إلى هذا الواقع. عنوانها ما زال طهران. المشكلة كلها، جميع ملفات العراق من انتهاك حرماته، أمنه وسيادته، والعبث بثرواته، وعدم خدمة قطاعات حيوية تتعلق بالمواطنين. لا تقل لي أن نظاما وميليشيات تستطيع ترتيب الزيارات المليونية للعتبات المقدسة، لا تستطيع أن تنظم عملية توفير الماء والحيلولة دون تلوث مياه الفرات والدجلة، أو لا تستطيع أن تتعامل مع الثروات النفطية الهائلة للعراق، ويكون العراق عودا أن يكون مصدرا للكهرباء، يكون مستوردا لها. وقد عرض السيد انتفاض بالأرقام، ما يعفيني بدخول بمزيد من التفاصيل، ولكن سياسيا ماذا يجمع بين الظلمات في العراق والظلمات في لبنان والظلمات في سوريا وفي اليمن؟ هذا الظلام هو ظلمة وظلم، ليس تلاعبا بالمفردات، ولكن هذه الحقيقة. هناك قصد، هذا شيء متعمد وليس عبثيا، هي نوع من ترويض عبر الترويع. الإرهاب لديه أدوات خشنة وناعمة، هذه أدوات ناعمة، تبدو أنها ناعمة، ولكن هي تذكر أن إيران موجودة، وأن إيران تضغط وتستطيع أن تحول نار التموز اللهاب أو آب اللهاب إلى جحيم حقيقي. الآن الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن هناك مسؤولا أمريكيا واحدا. وهنا نذكر تحدث عن تشالبي، تحدث عن رامسفيلد الذي انتقل إلى ذمة الله قبل يومين، عندما قال هناك أسئلة، وكانت عبارة مشهورة لا نعرف إجابتها، وهناك بعض الأمور ندرك أننا نجهلها، وبعض الأمور لا ندرك أننا نجهلها. لا أحد لا يدرك ماذا يجري في العراق. العراق سقط نظام طاغية اتفقت معه، لكن سيد بشار بما أنك شرحت هذا الموضوع، يعني هناك من يزال إلى اليوم يحمل الولايات المتحدة، كان هذا الأمر يسمح له لذلك الحين، لأن هناك من يحمل اليوم المسؤولية، أيضا جزء من المسؤولية للولايات المتحدة، يقول بأنها بعد أن أسقطت نظام صدام هي من جعلت العراق كما هو اليوم. يا عزيزي، إذا ما هو الحال بالنسبة للبنان؟ ما هو الحال بالنسبة لليمن؟ الوضع في سوريا؟ لا يا عزيزي، هناك دول فاشلة، والدولة عندما تكون فاشلة معروف ما هي المقدمات. أنت تنال من هيبتها الوطنية، تشوه الأيديولوجيا التي تحكم المواطنة وتحولها إلى أقليات وإلى طوائف متناحرة. هذا ولاؤه لتركيا، وهذا ولاؤه لإيران، وهذا ولاؤه لقوات متعددة الجنسيات. هذه هي بلوى ابتلي بها الوطن العربي حتى الآن في 4 دول عربية. ولكن لا يختزل المشهد فقط بأن أمريكا أسقطت طاغية بأنها ستقيم ديمقراطية. هذا النقاش أعتقد حسم أمريكيا. لا تستطيع أن تحل مشاكل عمرها 14 قرنا. هذه هي المشاكل الحقيقية، المشكلة في الأساس ثقافية روحية أخلاقية. طيب. نعم. وإلا ما هو الفساد. نعم، أعود لك سيد بشار. سيد طلال، البعض يتساءل يعني أين قوات الأمن، أين الفصائل المسلحة التي يعني فور أن تفعل الولايات المتحدة أو أن تستهدف من قبل الولايات المتحدة تهدد بالرد وتقوم بالكثير من العمليات من استهداف النشطاء واغتيال النشطاء، أين هي من حماية المقدرات الأساسية والخدمات الأساسية للبلاد؟ عفوا أستاذ بشار، أنت سؤالك على القوات الأمنية وأيضا الفصائل التي هي جزء من الجيش أيضا. يعني القوات الأمنية للأسف يعني إحنا نعود دائما إلى نقطة البداية، بداية بناء هذا النظام الفاشل، أنه لم يتم تأسيس أو تشكيل قوات وطنية عراقية بمستوى المعايير العالمية الوطنية، وإنما بصراحة أتحدث إليك وأنا كعراقي، يعني ولاء القوات الأمن اليوم هي تأتمر إلى شخصيات، تأتمر إلى أحزاب وإلى السلطة، وبالتالي يعني لا توجد رؤية وطنية لهذه القوات كأن تقوم بحماية العراقيين، كأن تقوم بحماية الدولة العراقية، كأن تقوم بحماية البعثات الدبلوماسية. القوات الدولية والأجنبية التي هي موجودة ضمن اتفاقية استراتيجية دولية على الأراضي العراقية،
فإذا هذه القوات هي قوات يعني أشبه بما تكون هي قوات حكومية أو سلطوية أو للأسف يعني لا نمتلك قوات أو مؤسسة عسكرية وأمنية يعني تتحدد بالقيم والمعايير الوطنية. هذا أولا. القضية الثانية قضية الفصائل المسلحة بصراحة يعني وإن كان ما يسمى بالحشد الشعبي تابع إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة، لكن على الواقع هذه فصائل موالية إلى إيران تابعة إلى إيران تأتمر بإمرة ما يسمى بقائد فيلق القدس الإرهابي وإلى آخره. فإذا الدولة العراقية بقواتها بفصائلها المسلحة بسياسيها هي لعبة وفواعل وأحجار تتلاعب بها إيران في العراق. هذا الواقع، هذا لا نستطيع الخروج عنه. والدليل ما يحدث اليوم في العراق من تردي وسوء أمني واقتصادي، انهيار اقتصادي وانهيار سياسي وانهيار حتى أخلاقي وقيمي اليوم في العراق بسبب هؤلاء الإسلاميين على مستوى أحزاب إسلامية وأحزاب أو ميليشيات عسكرية وفصائل. فإذا غاب مفهوم الدولة وظهر مفهوم العصابة والسلطة، فهذه المشكلة. فإذا أنا أرى بصراحة أنه العراقيين يعني جزء من المسؤولية لهذا الحل بيد العراقيين. أما أن يتم وضع حد لهذا النظام بأحزابه الإسلامية بميليشياته بكل مسمياته أو أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على مصالحها، سواء على مود العراقيين حفاظا على مصالحها، أن يتم تدويل ملف العراق ويتدخل مجلس الأمن ويتم وضع العراق بهذه الطريقة، لا يوجد حل آخر. أن يتشارك الشعب مع الولايات المتحدة الأمريكية مع المجتمع الدولي ونخرج بحل لإنقاذ ما تبقى من العراق، وبالتالي الوصول إلى 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 مرحلة ربما ستنعكس، نعم ستنعكس على استقرار طيب. كل المنطقة. طيب أريد أن أتوجه للسيد انتفاض. انتفاض كانت هناك مؤخرا القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، ومن بينها الربط للتجارة المتبادلة وأيضا الطاقة والكهرباء وغيرها. إلى أي مدى تعتقد بأنها يمكن أن تساعد، أم أن العراق يبقى مكبل اليدين ولن تساعد هذه الأمور كثيرا؟ شوف، خلي أرجع على قضية مهمة. أنت ذكرت الحشد الشعبي. الحشد الشعبي أنا من الذين ساهمت في كتابة الدستور في عام 2005، وكنت في وقتها أحضر كل جلسات كتابة الدستور. المادة 9 من الدستور العراقي فيها مادة تقول لا يجوز تشكيل ميليشيات خارج الدولة، والمثير للسخرية أن هذه المادة تم الدفع لها بها من الأحزاب الشيعية التابعة لإيران، لأن منظمة بدر التي كانت تنطلق من إيران وحاربت العراق في الحرب العراقية الإيرانية، عندما أنا كنت أحارب مع الجيش العراقي لمدة 5 سنوات، منظمة بدر دفعت بهذا القانون لأنها أرادت أن تندمج بالجيش العراقي. وهناك يعني مجموعة من النكات العراقية عن ضباط الدمج، كيف أنهم غير منضبطين عسكريا وغير مؤهلين يكون ضباطا. انقلبت إيران وميليشياتها وأحزاب الشيعية على المادة الدستورية التي هي كتبتها وشكلت حشدا خارج نطاق الدستور. البرلمان العراقي عندما صوت لقانون الحشد هو خالف الدستور، وكل من يخالف الدستور هو باطل. أولا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العراق يستورد الغاز الطبيعي للطاقة الكهربائية لمحطات الطاقة الكهربائية لأنه أفضل من الغازويل. وتصدق أو لا تصدق، إيران الإسلامية الجارة المحبة للعراق تبيع الغاز بضعف السعر الدولي أو السعر المعروف عالميا، تبيع الغاز المتر المكعب ب $11، في حين المملكة العربية السعودية مستعدة تبيعه ب $5.5، لكن احنا ممنوعين نشتري من السعودية، نشتري بضعف سعره من إيران اللا إسلامية. القصة الأخرى، هذه القمة الثلاثية. القمة الثلاثية هي خطوة جيدة من السيد مصطفى الكاظمي بالاتجاه الإيجابي لفتح حدود العراق وفتح علاقاتها مع جيرانه. وانت لاحظ الدولتين اللي العراق ده يفتح معها هي دولتين، مصر والاردن لديها علاقات قويه واستراتيجيه مع الولايات المتحده. صحيح. ولديها معاهده سلام مع اسرائيل، وهذا شيء ايجابي، لان انا اعتقد التقرب واحنا ما ينقذ العراق من العوامل التي قد تنقذ العراق هو التحالف الاستراتيجي العراقي مع امريكا
وأنا من المؤيدين للتطبيع مع إسرائيل، والكثير من العراقيين مؤيدين لهذه الفكرة بعد ما مللنا من قصة تحرير القدس ورمي اليهود في البحر ودفعنا دما غاليا بها، وإيران تدفع بهذه الشعارات الفارغة كل يوم على الشباب العراقي. أنا أعتقد أن هذه القمة هي قمة مفيدة، لكن أعتقد أن الحكومة العراقية مكبلة. يا أخي أنا أكون واقع معك وأكون صريح، العراق اليوم مستعمرة إيرانية، مستعمرة ليست على طريقة القرن التاسع عشر، أصلا على طريقة القرن الثامن والسابع عشر. يعني هناك الأحزاب الشيعية العراقية تعتقد أن العراق هو امتداد للإمبراطورية الإسلامية التي مركزها في طهران. يعني احنا كنا هناك نكتة عن الشيوعيين في العراق، انه عندما تمطر في موسكو يفتحون المظلة في بغداد، لا هذول من تمطر في طهران يفتحون المظلة في بغداد. ولذلك ولائهم، انت شايف قوة عسكرية داخل دولة ذات سيادة فيها قوة عسكرية تقوم لهذه القوة وهي الحشد التابع على الحكومة، تعلن ولائها رسميا الى ولي الفقيه خامنئي اللي هو اللي هو ليس قائد ديني فقط، هو قائد سياسي. نعطي الفرصة لباقي ضيوفي إذا سمحت. سيد بشار، يعني هذه خيانة عظمى. سيد بشار.